ليه رأي فني، ولكن في النهاية مش أنا صاحب القرار الفني. خلينا نقول عشان كل واحد ياخد حقه، المهندس يحيى كومي و99% من مجلس الإدارة جايين فعلا بيحبوا النادي وعايزين يشتغلوا، بس بيشتغلوا غلط. يعني اولا كان في اختيارات لعيبه، مثلا 11 لعيب اللي كان بيختار اللعيبه، يعني انت قول لي انت كان في لجنه فنيه كابتن، انا هقول لك منتهى الامانه، لجنه فنيه انت كنت فيها؟ لا كنت في لجنه التعاقدات، لجنه فنيه كابتن حمود المصري وكابتن محمود حسن وكابتن اشرف خضر. تمام طبعا الناس كلها، كنت انا وسمير نصر في اللجنه وكان معانا احمد الشيخ. لجنه التعاقدات دي انتوا بتتفاوضوا بالظبط؟ بس احنا كانوا بما اننا الحمد لله يعني راجل لعبت دولي، انا الفتره دي طبعا والدي الله يرحمه كان في المستشفى وانا كنت يعني وتوفى في التوقيتات بتاعت يناير دي. فال11 لعيب اللي جم انا وافقت على 2 لعيبه، حتى ما يعني مش انا اللي جبتهم بس وافقت عليهم. كان في مثلا على سبيل المثال انا ومهندس يحيى كومي عملنا ديل لعيبه تغيير مع بعض من المقاولين 3 ضد مع يعني من الاسماعيلي المقاولين والعكس، كنا هنودي مثلا هنجيب عبد الله ياسين واحمد عبد العزيز وكان حارس مرمى مكان احمد عادل عبد المنعم واحمد مصطفى ومحمد دسوقي. واتفقنا مع المهندس يحيى كومي وكلمنا كابتن طلعت محرم وهو موجود ممكن تساله، واتفقنا خلاص هنبعت الاستغناء والحاجات دي. فوجئنا تاني يوم ان الناس معينه بترفض برضو، هي الناس بترفض، هي شايفه ان هي مش بتوع كوره. للاسف والناس مش بتوع كوره، لا وبيأثروا على مجلس الاداره. وفي ناس مجلس الاداره برضو جابوا لعيبه، يعني في لعيبه كانت بتيجي، انا كواحد مسؤول تعاقدات بس انا الفتره دي كان والدي زي ما قلت لك يعني عضو مجلس اداره جاب لعيبه وكنت انا خلي بالك انا كمسؤول في النادي كنت بتفاجئ من السوشيال ميديا ان مثلا كابتن احمد حسام ميدو مضى، وانا انا ما عنديش علم بالكلام ده خالص، بس انا كنتش حابب اتكلم في الكلام ده قبل كده عشان كان النادي الاسماعيلي الاستقرار وكده، لكن احنا دلوقتي في توقف والموسم خلص والكلام ده. فدي كانت من اسباب حتى الكابتن حمد لما مشي كان حد يكلم الاداره طب فلان يلعب، والموضوع ده كان قفله نهائي. وللاسف يا كابتن ميدو الناس بتتدخل، هي مش قصدها تضر، هي متخيله ان هم بيفيدوا النادي الاسماعيلي لكن هم بيضروا، ما ينفعش الاسلوب ده. وخلي بالك ده اللي هيحصل في صفقات السنه دي برضو، انا الصفقه بتاعت السنه دي برضو انا مش راضي عنها بشكل كبير. معظم الاسماء اللي جت لعيبه مش في احسن احوالها، يعني لعيبه كبيره طبعا اسماء وكل جو ليهم سي في محترم لكن مش افضل حاجه. فاللي عايز اقوله لا يعني احنا كان في ناس بس عايز اتكلم معاك، قول لي يعني لو قارنت صفقات الاسماعيلي السنه دي بصراحه اختلفنا واتفقنا ما هو ده كوره تمام مقارنه بالسنوات اللي فاتت 3 4 سنين اللي فاتوا، لا السنه دي يعني لعيبه عندها خبرات برضو ممكن يكونوا مش في افضل، انا معاك ان هم ممكن مش في افضل وقت ليهم في الكارير بتاعهم، باسم مرسي مش في افضل وقت في الكارير بتاعه، صالح جمعه مش وقت، لكن انا شايف ان احمد محسن باك ليفت مش وحش، باك ليفت كويس وبيأدي بشكل كويس ويعني لعيب يعني راجل ومؤدي وكده. جه مين تاني؟ جه باسم وجه لعيبه اجانب صالح. البطاقه الدوليه ما جاتش، احنا النهارده بنتفاجئ ان في لعيبه جت يا كابتن ميدو تخيل ما زالت متعاقده مع الانديه بتاعتها مش عارفين ياخدوا البطاقه الدوليه بتاعتها. انت متخيل حجم الكارثه؟ يعني في لعيب مثلا اسمه فراس شواط ده جاي من الصفاقس التونسي المفروض ان هو عقده مستمر، قالك لا انا هفسخ عقدي عشان ما خدش فلوس، والاسماعيلي تعاقد معاه فعلا واللعيب خد فلوس وما زال البطاقه الدوليه النادي مش عايز يبعتها. انت متخيل حاجات اداريه يا كابتن ميدو ما بتحصلش في في في, في كي جي 2؟ يعني خلي بالك انا مع مجلس الاداره قلبا وقالبا، لان انا عارف الناس بتتعب قد ايه، بس للاسف هم بيشتغلوا غلط. يعني مهندس يحيى كومي تحديدا نفسه يعمل حاجه نادي الاسماعيلي، ولكن الموضوع الاختصاصات يا كابتن ميدو غلط في كل شيء. مين اللي بيختار؟ مين اللي ليه القرار الاول والاخير؟ مين اللي في الاخر؟ انا بقول لك يعني في ناس في مجلس الاداره في يناير واحنا موجودين جابوا لعيبه. خلي بالك هو مش عايز اقول بقى ان هم يعني في مصلحه او حاجه. يعني انا سؤالي يعني المهندس يحيى كومي انت راجل يعني بتدير مؤسسات، ليه يعني لو الكلام ده حقيقه يا باشمهندس وربنا يعلم ان انا ما بتكلمش في الكلام ده الا يعني من حبي للنادي الاسماعيلي، ازاي تسمحوا ان اعضاء مجلس اداره ما عندهمش يعني ما لهمش علاقه بالكوره ان هم يختاروا لعيبه ويتفاوضوا مع لعيبه ويجيبوا لعيبه؟ ازاي؟ ما الكلام اللي احمد سمير فرج بيقوله ده خطير، والراجل بيقول واتمنى ان حد من مجلس الاداره يطلع يرد عليا يعني يتكلمنا دلوقتي. الراجل بيقول ان كابتن هو كان مساعد لكابتن حمد ابراهيم، الناس كانت بتكلمه بتتدخل في مين يلعب ومين ما يلعبش. مين النهارده المدرب الكبير اللي يقبل بالكلام ده؟ مين؟ الناس عندها تخوف، ما حدش يعني الاسماعيلي اسم كبير جدا وجمهور عظيم ومدرسه كوره ومدينه عظيمه وكل حاجه، لكن وتاريخ وبطولات وكل حاجه. لكن النهارده مين يقبل النهارده ان هو عارف ان هو يجي يمسك والناس هتكلمه تقول له انت بتلعب فلان ليه وبتاع؟ ما حدش هيقبل بالكلام ده يا جماعه. حد يرد علينا، حد يكلمنا في التليفون، كلموا تواصلوا يا جماعه فريق الاعداد، تواصلوا مع مجلس اداره الاسماعيلي وحد يرد على كابتن احمد والكلام اللي بيقوله.
حاجه مهمه ثانيه برضه كابتن ميدو، كل الكلام بقوله لحضرتك ده مثبت على جروب على الواتساب مع لجنه التعاقدات والمهندس خالد زين رئيس النادي. احنا عرضنا كم لعيبه كتيره جدا من وجهه نظرنا الفنيه، نقد نكون يعني نصيب او نخطئ ولكن عايز اقول لك ان احنا عرضنا لعيبه كواليتي، مش عايز اقول اسماء عشان هم لا يقل عن 40 او 50 لعيب، ولكن في النهايه القرار مش لينا احنا برضه بتوع تعاقدات، والموضوع كنتوا بتعرضوا اسامي احمد اسماء كبيره اسماء كبيره واسماء في البادجت بتاعتنا. خلي بالك برضه النادي الاسماعيلي يا كابتن ميدو، اللعيبه المصريه اللي بيجي النادي الاسماعيلي اعرف ان هو مش جاي له عروض بره افضل من النادي الاسماعيلي، عشان بس يبقى الناس في اسماعيلنا، اسف الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس ولكن دي حقيقه. النهارده اللعيبه اللي جت النهارده لعيبه مش في احسن حالاتها وبعيده عن المشاركه بقى فتره، بياخدوا عقود اكتر من لعيبه المفروض ان هم نجوم الفرقه زي احمد مدبولي وزي عبد الرحمن مجدي وزي باهر محمدي وزي عمر الوحش، اللعيبه اللي جايه بتلعبش. فالنهارده بقى في غيره، ما بقاش في بالانس في العقود، الرؤيه نفسها غلط. النادي الاسماعيلي بيفرح باللعيبه الفري، اتمنى يا رب اللعيبه ان شاء الله تراجع نفسها وتادي شغل كويس، ولكن الشكل المجمل البدايه غير مباشره كمان. بس اقول لك حاجه يعني ما اعرفش يعني هنشوف، يعني انا متوقع ان الاسماعيلي بعد التوقف هيبقى كويس، نتمنى هيبقى احسن يعني لما جريده ياخد وقت اكتر واللعيبه دي تجهز اكتر وتنسجم مع بعض اكتر. هو الجو العام يا كابتن ميدو كمان اهم من كل الفنيات، الجو العام حوالين النادي مش لطيف. يعني في لعبة كتيره جدا اللي هي مستعد مثال اللي فاتت ما خدتهاش، فده نازل الملعب مدبولي معانا لا لعبة كتير. لا مدبولي خلي بالك يعني عبد الرحمن مجدي، انا واحد من الناس يعني حتى احمد مدبولي قال لي ما تتكلمش في الموضوع ده خالص، يعني هو قريب مني مهندس يحيى الكوم اتصل بيا من اسبوعين ثلاثه وقال لي عارف اللعيبه بتحبك واحمد مدبولي قريب منك والكلام ده، احنا عايزينك تفاوض احمد مدبولي ان هو يجدد، وعبد الرحمن مدبولي اخر سنه ليه السنه دي بالمناسبه. اتفاجئت ان احمد مدبولي كلمته بعد المباراه، قلت له احمد انت عارف انا يعني الناس بتحبك في اسماعيليه قد ايه، وانا رغبتي كاحمد سمير فرج كمحب ومشجع نادي اسماعيلي اتمنى ان انت تستمر يعني. فلقيته بيقول لك يا كابتن احمد انت عارف ان انا رغبتي الاولى ان انا اقعد في نادي الاسماعيلي وان انا شرف ليا وحب الناس دي كلها يعني لا يقدر بثمن، ولكن تخيل احمد مدبولي ليه 30% من السنه اللي فاتت يا كابتن ميدو لسه ما خدهمش، ولا 25% السنه دي، في ظل ان في لعيبه جديده جت خدت مقدمات. طب النهارده انت بتلعب في الملعب لعيب اعلى منك ب 50 60% من مستحقاته، نفس المشاكل اللي كانت بتحصل قبل كده، نفس المشاكل اللي كانت بتحصل زمان في الزمالك، يعني الحاجات اللي تهد اي فرقه يعني.